تزدحم أروقة هذا المشفى في محافظة البصرة العراقية بالضحايا وعائلاتهم، ففجر المدينة كان على موعد مع أحداث عنيفة بالقرب من مبنى المحافظة. بالقوة اختارت قوات الأمن مجدداً فض الاعتصام في البصرة، فشهد أهالي المدينة ليلة دموية أخرى منذ بدء التظاهرات. أحداث البصرة تزامنت مع تصاعد توتر مجدداً في بغداد، حيث سقط قتلى وجرحى قرب جسر الشهداء. ومع دخول الاحتجاجات الشعبية أسبوعاً جديداً، ترى أوساط عراقية أن الحكومة نجحت فقط في إثبات عزمها على قمع التظاهرات من دون أن تقنع المحتجين بإصلاحات ووعود لم تقدم أي منها جواباً شافياً لما يعيشونه من أزمات. المرجع الديني العراقي علي السيستاني حذر من استغلال الاحتجاجات من جانب قوى معينة سعياً للإضرار بالعراق، لكن السيستاني وجه دعوة صريحة إلى قوات الأمن لعدم استخدام القوى المفرطة لقمع التظاهرات، إذ يثير إصرار قوات الأمن على استخدام تلك القوى ضد المتظاهرين جدلاً كبيراً، خصوصاً مع تعدد أساليبها من استخدام الرصاص الحي والقناصة وحتى اختطاف المحتجين من قبل ملثمين بسيارات حكومية وسط ميادين الاحتجاج. وهو ما يؤكد المتظاهرون العراقيون أنه لم يزدهم سوى عزيمة على المضي قدماً في احتجاجاتهم المناهضة للحكومة والنظام السياسي والفساد. بيد أن البحث عن مخرج ينهي الأزمة لا يبدو أمراً قريباً، فالهوة في اتساع بين المحتجين والحكومة، فضلاً عن الخلافات بين الأطراف السياسية حيال التعامل مع التطورات الحالية.